دقيقة بعد الثامنة صباحا، نهاركم زين، صباح الأنوار الناس اللي التحقتوا بينا وطريق السلامة، الناس اللي قصدتوا ربي وشديتوا الكياس ماشيين تخدموا إن شاء الله برشا صحة وبرشا رزق وبرشا حاجات باهية في الاثنين 7 فيفري 2022. توتسويت المجلس ينعقد، هذا وقت الكونسي. كونسي بيبلينات محمود وزياد نحيو تليفوناتكم بربي خاطر هكا تولي كيل الروضة. شنو نشوف الأرقام في البورصة؟ أي عندي بطاقة من بعد الشركات المنكوبة، الشركات المنكوبة في البورصة. كيفاش واحد يدخل البورصة زياد؟ هذايا اللي باش نكتشفوه 9:05. معناها كيفاش تكون شركة نورمال؟ صحيح. طيب بيبيتك أنت وقتاش لازم تدخل البورصة؟ هذايا اللي باش تطرح 9:05 في بطاقتي، بطاقة باش تكون خضراء وحمراء. كيف ندخل إلى البورصة؟ كيف الانخراط إلى البورصة؟ كيف الانخراط إلى البورصة؟ شو يلا نمشيو للكونسي. انا جايبو الروح الكونسي المجلس، ونبدا برنامج صديقنا السحبي بكار على قناه تونسنا. مجلس الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري في جلسته اللي انعقد بتاريخ 3 فيفري يقرر ايقاف برنامج الاثنين الرياضي الذي يبث على قناة تونسنا بصفة نهائية. اعتبروا المخالفة مخالفة جسيمة، كنا حكينا عليها باش نعاودوا نسمعوها، بتبادل عبارات الثلب، توجيه اتهامات بين مقدم البرنامج والمعلق القار به الكرونيكور اللي هو مكرم اللقيم، كما قرر المجلس عدم إعادة البث وكذا وكذا، والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116. عدم الالتفاف لنا واللي هو صار في بعض الوقت في بعض القنوات، يتعقب برنامج يبدلوا الاسم ويخليوا نفس الكونسيبت ولا يبدلوا كرونيكور ولا ينقعدوا ديما تقريبا في نفس الطاولة. هات نرجعوا نسمعوا، كنا قدناه برشا احنا اللي صار في البلاتو، ونعطيو الاعداد للقرار نتاع الهيكا. هاو شنو اللي صار واللي على خلفيته قررت الهيكا ايقاف هذا البرنامج نهائيا. مكرم عندك مصالح ضيقه تقضي فيها حساب النجم الساحلي، ويكفيني فخرا اني شكيت بوزير الشباب والرياضه في 2010 في عهد بن علي. شنو كنت مناظر في عهد بن علي؟ مش مناظر اني وقتها، انت يمكن تصفق وقتها. اني شكون يصفق؟ انت شكون يصفق؟ انت احترم روحك. شكيت بوزير الشباب والرياضه في حياتي مكرم، في حياتي ما عنديش بطاقه انخراط في حتى. لا اني قصيت نقول لك، اما انت عندك الانخراط، وانت تجي تقول لك عندك 8000 بطاقه انخراط، مساهم في الفساد الموجود في منظومة كرة قدم التونسية. يا ولدي ما كانش هكا وديع الجرير، كان هكا هو. أنت كنت تمشي حتى لدار وتطيب وتغسل وتعمل، كنت تمشي لدار وجا شكون بحذايا البلاتو قال مكرم يجي يسربي الطاجين ياكل يشرب يعمل كل شيء. ضميرك مرتاح؟ انت يعني ساهمت في الفساد، الفساد الموجود انت ساهمت فيه، وانت وانت ساهمت فيه زاد بالله كيف شبيك ماشي يا ودي؟ خذ مكرم تخرج تتحمل مسؤوليتك، تخرج تحمل مسؤوليتك يا ودي. مسؤوليتي تخرج تحمل مسؤوليتك. يعني خرجت وتحمل مسؤوليتي. والله اذا تعفسوا البلاتو يا مكرم، طيب الطريقه اللي خرجت بها مش نتاع انسان بروفيسيونيل. كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان، والله لا عاد تعرف ساكم زوز ما عرفش تعرفوا البرنامج. صاحبي بكار ومكرم اللقيم، هذا اللي صار وقتها ولا الخلفية نتاع الشيء هذايا، الهيكات تقرر ايقاف البرنامج. نبدا بيك برهان الاعداد للقرار، كنا قدنا برشا الكلام اللي قال، ولكن هل يستحق المسار هذا القرار؟ شنو تفسيرك؟ ما معنى ايقاف نهائي؟ معنى سير شي يخدم اليوم صاحبي بكار يصب في 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 بوسطه في قباضه شي يعمل؟ ما فهمتش. هي سابقه السابقه بتاع ايقاف برنامج بشكل نهائي اول مره، اول مره السابقه ما قدرتش معناها تقريبا المراحل، هي لانه تقريبا فما عود في المساله، البرنامج تعاقب قبل، لكن اعتقد انه فما امكانيات نتاع عقوبات تتسلط بدون اللجوء لقصه هذا الالغاء النهائي اللي هو ما عادش ماهوش مفهوم. ما نعرفش انا صاحبي بكار نهار اخر باش يعمل برنامج ترفيهي على قناة تونسنا فيه شوية رياضة فقرة وبقيتها فقرات من نوع آخر، معناها ما عندوش حق في ذلك. هذا تقريبا أول مرة. وإسكو زيد القرار يعني أنه ما عادش يخدم رياضة بالكل، خاطر رياضة ما تخدم كانك هيك بلاتو تاولة ودي محلي. بالضبط بالضبط. وما نعرفش أنا تبادل الاتهامات في بلاتوات تقريبا شفنا أكثر من ذلك في برامج أخرى.
معناها ما كانش فما كلام بذيء، ما كانش فما مع الكلام الحط من الكرامة الإنسانية. مستوى كان طايح، ما كلام على تجين وكله. كان تحكي على المستويات الطايحة تبارك الله، سمعنا معناها تبادل متاع اتهامات أكثر من ذلك في برشا برامج أخرى. أعتقد أنه اللجوء المباشر للحلول القصوى ماهوش، وهذا يذكرنا مرة أخرى يا رفيق بمأساة مش فقط جماعة عندهم برنامج، جماعة عندهم قناة خدامة صحفيين تقنيين اللي هي قناة نسمة، اللي الآن مازال الحل ماهوش معناها عباد في حيرة موظفين بالجد. كي نقول لك فما شكون نعرفه في نسمة مشاكل متاع باب الحبس محلول قدامهم، متاع شيكات محطوطة، متاع قروض، متاع بنوك قاعدة تسحب، معناها فريما هذه أنك سكر قناة بدون أنك تنظر للجانب الاجتماعي. هاك تشوف أنت كاكتوس الوضع الاجتماعي متاعها، ليزي الوضع صعب معناها على المستوى المالي، ليزي يزيدوا صعبوها بقرارات من نوع هذايا. قاعدة تفقد في بارشة مواطن شغل في قطاع ضربته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي هو قطاع الإعلام، ما نزيدوش عليه بالحكايات هذيا. أنا عطيت واحد رفيق على خاطر كنا كما قلت أنت نقدناه وقت اللي سمعناه، ولكن كي تجي تسمع تو هانا عاودنا سمعنا ظهر لي يتعدى في التلفزة أكثر من هكا من سب وشتم وهاتك أعراض وبرامج أخرى قاعدة تعدي في الأشياء هذه، ولا والهيكة ماهيش قاعدة تعاقب فيهم ولا حتى تبعث لهم في إنذارات. اليوم كي نسمع أنا برنامج صاحبي بكار الحقيقة مستوى طايح ومتدني، ولكن مش لدرجة إنه احنا نسكروا البرنامج. كان ينجم يبعثوا لهم إنذار ولا لفت نظر، ومن بعد هما إذا في حلقات أخرى صار نفس الشيء وقتها يأخذوا القرارات اللازمة. لكن اليوم أنت تقول له مدى الحياة وما غير أساليب أخرى شنو يعمل السيد معنا كما قلت أنت، حل كشك ولا عطاه؟ مع بيانسور احترامنا للهيكا، ونحن أمام حتمية احترام وتطبيق قرارات الهيكا، القانون قانون، ولكن بكل محبة معنا الهيكا في معبد نعرفوهم في مال الأصدقاء، خموا شوية يهديكم في القرارات. لو كل قرار تاخذوه يحط دي تكنيسيان في الدار، يحط أنيماتور في الدار، يحط دي جورناليست في الدار. معنى هذا البرنامج مثلا باللي معاه اليوم واقفين معاش باش يخدموا كرونيكور انيماتور معد برنامج جورناليست سبور مراسل جورناليست سبور في قناه تونس، اليوم عنده كل برنامج هذا يخدم فيه باش يخدم باش يخدم تو مثلا في خميس عليك ما يفهمش معناها في ديفيرتيسمون وكذا باش يشد للدار. دونك يهديكم خموا معنا نسمع حكينا فيه اليوم، حكينا فيه القطاع صعيب الشهر ما فماش الشهر 3 4 شهور روتار في القنوات والاذاعات الكل. انتم اولاد الدومين معناها انتم تعرفوا احنا معاناة الناس اللي تخدم في الدومين هذايا تزيدوا للأمانة ماهوش مفهوم. أنا عرفش سفر محمود من غير إطالة خاطر نصور اللي باش يتقال قانون الكل، ولكن أنا حاجة بركة أخي الهيكا شنو الدور بتاعها؟ الهيكا عندها دور تعديلي. شو معناتها تعديلي؟ معناتها تعدل في المشهد الاتصال السمعي البصري. وقت اللي تسكر البرنامج وتسكر برامج باش تعدل فيش؟ ما عادش عندها دور وتوليه متسكر وكهو، حتى هي ما تنتفي صفتها كدور تعديلي. وبالتالي اليوم التصرف حسب رأيي هذا في تو انا سامحني ممكن تعاركت انا وبرهان وبرا قلت له طيب لي طيب الطاجين في دار ما نعرفش شكون الناصر ولا ما فيهاش مس كيما هما حبوا يسوقوه من الكرامه، هما اصحاب وتعديوا في التلفزه يذري مع بعضهم نهار السبت ما نعرفش فين تصالحوا في التاسعه وفي التاسعه تصالحوا مع نوفل مع نوفل ويعطيهم صحه معناتها ديجا مشي واحد شو مزال معناتها بلو رواليست كل روال هكا مي سي لا با سونس معناتها ما تفهمش تسكر. انت جبت على نسمه نجبد الكاراكاتوس برهان كاكتوس اليوم قاعدين يعانيوا في معاناه كبيره الصحفيين اليوم معناتها اللي قاعد صاير عليهم تعرف عباد نعرفوهم راهو عندهم 10 سنين واكثر من 10 سنين هما يخدموا في شركه الانتاج هذه يجيوا اليوم يلقاو رواحهم في وضعيه صعيبه برشا. دونك ينزم الدوله وينزم الحكومه بتاعنا وينزم الهيكا زيد تلتفت لها الموضوع هذا مش كتسكير البرامج. ان شاء الله بالتوفيق صاحبي بكار، لانه اليوم شو يعمل يبدلوا الاثنين سبور ولا يبدلوا اللي هو قتلوا الهيكا لي ما عندكش الحق. هذا هو هذا هو شو باش يعمل معاه؟ هذا هو اليوم حتى معنى اي ميسيون تاع سبور يزم الطاوله دي كرونيكور صاحبي بكر غدا باش يرجع يخدم باش يقول له هذا التفاف على القطر القرار. دونك هل القرار انه صاحبي بكر ما عادش يعمل حتى ميسيون رياضيه مثلا ولا ما عادش يضر في التلفزه بتاتا ولا هذا هو اللي يمشي قناه اخرى شنو يعمل؟ يمشي نجم عنده الحق باش يخدم ولا نقدنا لليسار نقدنا للمستوى، ولكن راهو هذا معناها فيه باب تاع قطعان رزق فيه باب تاع هل هي هذا اكثر خطا صار في التلفزه اليوم معناها من 10 سنين نتاع الثوره واحنا نتفرجوا في حاجات ساعات نتاع مش واحد نتاع واحد يسب في واحد تبادل اتهامات بالارهاب بالفساد باللي بيك بالكذا واحنا نتفرجوا في هذا في قناه
يلا نمر شيء مستهدف التاسع سكر على روحك بين الكل ايش خليهم ثم عرض ثم عرف كان حاضر ها وتو تم الغائه من طرف تحفيه مبروك تحفيه مبروك يا ريت مريسكي نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا لكم بعد شويه للباتو تسمعونا في تونس الكبرى على كده 90